خيمة 360 نافذة أسبوعية تطلعكم على آخر أخبار ومستجدات قضية وحدتنا الترابية من قلب مدينة العيون. مشاهدي 360 مرحبا بكم وسهلا في حلقة الليلة من برنامجكم الأسبوعي خيمة 360 الذي نقدمه من مدينة العيون بقلب الصحراء المغربية. إلى التفاصيل. زار القنصل العام لجمهورية السنغال بمدينة الداخلة بابوسين يوم الخميس الماضي مدرسة برنزران العمومية بمدينة العيون، والتي يدرس فيها الكثير من أبناء الجاليات الإفريقية القادمة من جنوب الصحراء من سنغاليين وماليين وجنسيات أخرى إلى جانب التلاميذ المغاربة. وقال القنصل السنغالي الذي كان مرفوقا برئيس جمعية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء ورئيس جمعية الصداقة للتعاون السنغالية المغربية، قال إن زيارته لمدينة العيون تأتي في إطار العلاقات المتينة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال خصوصا في شقها التعليمي والاستفادة من المملكة في هذا المجال. ريبورتاج في الموضوع أعده الزميل حمدي يارا. Donc l'objectif de ma visite c'est d'élargir et de renforcer les relations entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal dans le domaine de l'éducation et de la formation. C'est dans ce cadre que je visite cette école primaire Bir Anzarat. Voilà, on a visité donc cette école et constaté de visu l'intégration des ressortissants de l'Afrique subsaharienne, notamment des Sénégalais, dans le dispositif éducationnel ici. Les classes que j'ai vues, et j'en ai vu plusieurs, sont multinationalités. Avec, par exemple, pour cette classe-ci où on est, des jeunes marocains, sénégalais, ivoiriens, mauritaniens. Et dans les autres classes également, c'est la même chose. Et donc, ce qui fait beaucoup plaisir au consul général du Sénégal que je suis. Et je voudrais en profiter pour vraiment lancer un appel à la communauté sénégalaise et africaine. Leur dire que le système éducatif marocain est excellent et les appeler à scolariser leurs enfants ici au Maroc. Vraiment, il n'y aura aucun problème. La loi, les règlements permettent et encouragent la scolarisation des enfants ici dès le préscolaire. كما تبعتم معنا اليوم زيارة السيد القنصل العام لجمهورية السنغال لبعض المؤسسات التعليمية اللي فيها بعض أبناء المهاجرين من دول جنوب الصحراء. طبعا الهدف من الزيارة هو الاطلاع على تجربة إدماج أبناء المهاجرين. طلعنا على التجربة اللي عندنا في العيون، تجربة ناجحة. أبناء المهاجرين كيستافدون جميع الحقوق بحال التلاميذ المغاربة، كيستافدوا من مليون محفظة في الدخول المدرسي، كيستافدوا من الزيادة المدرسي، وإدماجهم هو إدماج طبيعي لجميع المهاجرين. تكللت العملية الجراحية الخاصة بالقلب المفتوح التي تم إجراؤها بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بالمهدي بالعيون، تكللت بالنجاح في سابقة من نوعها على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتندرج هذه العملية المجانية في إطار مبادرة إنسانية أطلق عليها اسم نبض الصحراء التطوعي لأمراض وجراحة القلب، والتي شملت أيضا إجراء عمليات لزرع جهاز تنظيم نبضات القلب. ريبورتاج حمدي يارا لنتابع. اليوم جد فخور بإجراء أول عملية جراحية للقلب المفتوح بمشاركة مع أطباء من المستشفى الغساني وأساتذة من المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. وهذه المبادرة
بدي على حسن النيه ديال الطاقم الطبي على انهم يبينوا على ان كاين لا بوسيبيتي باش يديروا هذه العمليات في العيون ويخليوا يريحوا الناس باش انهم يمشيوش يسافروا كل المطارات بحرا باش يداووا في مثل هذه العمليات الكبيره. والحمد لله العمليه تمت بنجاح، ونشكر كاع اللي ساهم قريبا بعيد في نجاح هذه العمليات. يلا خرجنا واحد العمليه كتهم واحد المريضه كتعاني من واحد المرض في الصمامه ديال القلب ديالها، دونك عمليه جراحيه كتهم القلب والشرايين. الحمد لله الامور دازت مزيان في احسن الظروف. المريضه لحد الان راه في قسم العنايه ما بعد العمليه، دونك الامور في حد الان امور مزيان. وهذا النوع ديال العمليات دخل في اطار الشراكه اللي هضرنا عليها بين مستشفى الجامعي حسن الثاني والمستشفى المحلي، وكيشكل بادره انطلاقه لهذا النوع ديال العمليات، وخصوصا ان المنطقه مقبله على تحول طبي، خصوصا مع المستشفى الجامعي اللي كاين دابا في المنطقه مع كليه الطب، وهذا الشيء غيخليها انها تكون من المناطق الرائده في المجال الطبي ان شاء الله. نحن اليوم جد سعداء باحتضان هذه المبادرة الأولى من نوعها في الجهات الجنوبية الثلاث بمعية فريق طبي وتمريضي متكامل وذو كفاءة عالية. كممرضة رئيسية للمركب الجراحي قمنا بمجموعة من الاستعدادات فيما يخص تجهيز القاعة الجراحية وتجهيز كافة المعدات والأجهزة اللازمة لضمان مرور هذه العمليات الجراحية في ظروف ومعايير مناسبة. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de participer à la première intervention à cœur ouvert dans la ville de Laayoune, donc dans nos provinces du Sud. C'est un immense honneur. Notre motivation était double. Un, par devoir d'accompagnement de nos disciples, un de nos disciples qui, par ses efforts, a pu réunir l'ensemble des moyens pour réussir une mission aussi importante que la chirurgie à cœur ouvert. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il s'agit des provinces du Sud et c'est quelque chose qui me tient et qui nous tient tous à cœur. Et donc, nous sommes extrêmement fiers de cette réalisation. Et on peut dire que les choses se sont très, très bien passées vu que la patiente opérée aujourd'hui se trouve réveillée en réanimation. Donc, et je tiens par la même occasion à remercier l'ensemble des acteurs. Ils sont assez nombreux à avoir permis la réalisation d'un tel d'une telle prouesse, d'un tel geste. Je vous remercie. هذه العمليه غادي تكون كبدايه لتاسيس هذا يعني الاستمرار في هذه العمليات هذو، باش غادي يوليو عمليات اللي كتجرى بطريقه عاديه على مستوى هذا المستشفى هذا. وهنا ضروري نزيد ناكد على الدعم اللي عطاه السيد وزير الصحه لدعم هذه العمليه هذه، وهناك تعهد من تاسيس واحد المصلحه اللي خاصه بهذه الامراض هذه، وذلك بتجهيزها والموارد البشريه ديالها في القريب العاجل، وخصوصا ان الجهه كتعرف انشاء واحد المؤسسه اللي هي كبيره جدا اللي هو المستشفى الجامعي لجهه العيون الساقيه الحمراء. بإشراف من ولاية جهة العيون الساقية الحمراء وبشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نظمت جمعية المحبة للشؤون الاجتماعية حملة طبية حول إجراء أول عملية لقلب مفتوح بالأقاليم الجنوبية من داخل المستشفى المولاي الحسن بالمهدي بالعيون، اللي أشرف عليها الدكتور جراح القلب رضا بزيخة الذي يشتغل بذات المستشفى. والحمد لله العملية تمت في ظروف جيدة وبنجاح. وكذلك عمليتين من نوع بيسميكر أشرف عليها كذلك دكتورة قادمة من المستشفى بفاس.
الحمد لله الأمور تخطات بخير، ونتمنى أن هذا النوع من المبادرات يبقى متكرر باش تقص المعاناة ديال الناس اللي في وضعية هشة، ويأتي هذا النوع من المبادرات سيرا على خطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالرفع من أو الرقي بالقطاع الصحي بالوطن العزيز. السلام عليكم. الله يسر عليكم وتنشكر هاد الناس، الله يسر عليكم وتنشكر الدكتور رضا، الله يسر عليكم وجميع اللي واقف معايا، الله يسر عليكم وتنشكر جلالة الملك محمد السادس، الله يسر عليك، الله يسر عليكم وفتكم والعالية، الله يسر عليها والله يكبر بكم، الله يكبر عليكم، الله يسر عليكم وليدي. الحمد لله أنا درت عملية بخير وعلى خير. الوالي تنشكرو، جا عندنا جوج مرات وعطانا الكادو ووقف معانا، الله يجازيه بخير. كون ما هما هاد العملية غالية ما نقدروش نديروها، حنا ما فحلناش وما عندنا ولاد، ما عندنا إلا الله، وصلنا ولادنا وصلنا أحبابنا وصلنا الجميع وقفوا معانا، الله يجازيهم بالخير وشكرا لهم، شكرا 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 ما يليهاش الحد. ربع سنين هما كيصيفطونا لمراكش، ما لقينا باش نمشيو، ما عندنا اللي يدينا وما عندناش العوينات، وبقينا لهنا لهنا حتى مشيت الحسن الثاني، الحسن الثاني صيفطوني عند الدكتور رضا البلمهدي، وهي هذيك الدكتور رضا وقف معايا وقلب لي على الناس، والله يجازيه بالخير، والله يكثر من مثالو، والله يجعلو يا سيدي ربي كل شيء اللي دار معنا شي حاجه الله يجعلها في الميزان المقبول ان شاء الله. تعززت المحكمة الابتدائية بالداخلة يوم الثلاثاء الماضي بتنصيب 9 قضاة جدد خلال جلسة رسمية ترأسها رئيس المحكمة طارق التاقي بحضور وكيل الملك لديها سعيد بطويل، ويتعلق الأمر ب7 قضاة تم تعيينهم بالقضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية بالداخلة، بينهم قاضي مقيم بمركز برقندوز، بالإضافة إلى نائبين 2 لوكيل الملك لديها أحدهما مقيم بمركز برقندوز. ربورتاج في الموضوع أعده مراسلنا بجهة الداخلة وادي الذهب سويلم بوعمود. يوسف قوي عمرو، يوسف الحفاد، أشرف إبراهيمي، إسماعيل مرجى، هشام إبراهيمي، عبد الكريم الشاعري، الذين قرر جلالة الملك نصره الله وأيده تعيينهم قضاة في السلك القضائي. اليوم نجتمع في إطار جلسة رسمية لتنصيب 6 قضاة الجدود الذين قرر جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تعيينهم باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهذه المحكمة الابتدائية بالداخلة. اليوم تم تعيين 9 قضاة في إطار تعزيز الموارد البشرية للسادة القضاة، وفي إطار تقريب القضاء من المواطن تم تعيين كذلك قاضي لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب مع الإقامة بمركز برقندوز، ونائب وكيل الملك بهذه المحكمة مع الإقامة ببرقندوز. أنتم تحضرون معنا اليوم تقليد من التقاليد الراسخة في القضاء المغربي، وذلك بإقامة جلسة رسمية لتنصيب القضاة الجدد، والذين أشرف وافق المجلس وافق الجناب الشريف باقتراح من المجلس أعلى السلطة القضائية على تعيينهم بالمحكمة الابتدائية بالداخلة، وهم 7 قضاة ونائبين لوكيل الملك، وعلى الأخص تم تعيين قاضيين بينهما قاضي ونائب وكيل الملك بمركز بئر القندوز، والذي سبق أن افتتح هذه قرابة 1.5 سنة، وذلك لتقريب القضاء من المواطنين. مشاهدي لو 360 إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة من برنامجكم الأسبوعي خيمة لو 360، موعدنا يتجدد الأسبوع القادم بإذن الله، أطيب المنى.